تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. صحة وسعادة. مستمعينا الأعزاء، صبحكم الله بالخير والنور والعافية، صباح التفاؤل وصباح السعادة، ويومكم إن شاء الله مستمعينا مليء دائما بالنشاط والطاقة الإيجابية. دائما الشعور بالسعادة والشعور بالتفاؤل له آثار إيجابية على صحة الإنسان. أرحب بكم مستمعينا الأعزاء في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة، اللي تقدمه هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعة نور دبي. نرحب بفريق العمل معي اليوم، فريق الإعداد من هيئة الصحة بدبي، وفي التنسيق والمتابعة الأخت إسراء الهاشمي، وفي الإخراج مخرجنا المتألق دائما الأستاذ أيمن سرحيل. وأنا محدثكم عبد الله محمد جمعة، وأيضا من خلال برنامج صحة وسعادة نرحب دائما بتواصلكم معنا على الأرقام 600-551414 وعلى الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. ونستعرض فقرات برنامجنا لهذا اليوم، دائما طبعا فقرة الأخبار المحلية والعالمية، واليوم عندنا خبر تحت عنوان علاقة التلوث أو تلوث الهواء بالصحة العقلية، ومستجدات وسائل التواصل الاجتماعي وأهم المتداول فيها على صفحات هيئة الصحة بدبي، وبتعطينا هاي المستجدات زميلتنا الأخت أسماء الجناحي. فقرة مستجدات كوفيد 19 وإدارة عملية حجز المواعيد أو مواعيد التطعيم ضد كوفيد 19 في هيئة الصحة بدبي، بتكون معي اليوم عبر الهاتف الأستاذة فاطمة الخاجة مديرة إدارة سعادة المتعاملين بهيئة الصحة بدبي، وبنستعرض معها ما هي قنوات حجز المواعيد ومتطلبات أيضا حجز المواعيد، وما هي أيضا الخطوات لحجز موعد للجرعة الأولى أو الجرعة الثانية، وأيضا بنتعرف أكثر على المراكز اللي تتوفر فيها مواعيد الحجز ومواضيع أخرى حول هذا الموضوع، وأيضا بعض الخدمات اللي تقدمها هيئة الصحة بدبي من خلال مركز الاتصال الموحد في هيئة الصحة بدبي، وأيضا البريد الإلكتروني والقنوات التواصل المختلفة بهيئة الصحة بدبي. أما فقرتنا الأخيرة لهذا اليوم أيضا مستمعينا الأعزاء حول موضوع الإجراءات الاحترازية في صلاة التهجد والتجمعات وتجمعات العيد، وأيضا بتعطينا هاي المستجدات الدكتورة هند العوضي رئيس قسم تعزيز والتثقيف الصحي بهيئة الصحة بدبي. فهاي كلها مواضيعنا لهذا اليوم، دائما نرحب بتواصلكم معنا على الأرقام 600-551414 وعلى الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. وننتقل معاكم إلى مستجدات وسائل التواصل الاجتماعي وأهم المتداول فيها على صفحات هيئة الصحة بدبي مع زميلتنا الأخت أسماء الجناحي. أختي أسماء صباح الخير. صبحكم الله بالنور والسرور عليكم وعلى كل المستمعين إذاعة نور دبي. الله يصبحك إن شاء الله أختي أسماء بالنور والعافية، وشو مستجداتنا لهذا اليوم؟ من ضمن الأشياء المستجدات اللي كنا حاطينها، أنت كنا حاطين كيف ممكن واحد يحجز الموعد، وايد وصلتنا ملاحظات عن يعني الواحد كيف يحجز الموعد. الطريقة هي من خلال تطبيق هيئة الصحة دبي، يعني بالضبط 4 دقات على قولتهم. صحيح. واحد يختار حجز تطعيم كوفيد، يختار الموقع وقت التاريخ وتأكيد الحجز. هاي هي الطريقة. هناك قائمة طويلة من المراكز، فنحن دائما ننصح الأشخاص أنه يعني يشيكون على التواريخ، والأهم والأهم من هذا كله أنهم يسوون أبديت حق الأبليكيشن أو يسوون رفرش. بهالطريقة راح أكيد تطلع، يمكن التطبيق عالق عندهم في التليفون.
من ضمن أيضا الأشياء اللي يتصلنا هل هو متاح عندهم فيزا زيارة؟ التطعيم غير متاح عندهم فيزا زيارة. صحيح. من ضمن الأشياء اللي نحن كنا نحطها في قناة التواصل الاجتماعي اللي هي نصائحنا للعيد، هل هذا الأسبوع راح نركز على نصائح العيد، منها صالونات عشر الأواخر ناس يروحون السوق يروحون صالونات واللي يصيرون صلاة القيام. صحيح. واللي يسوون هذا كله ويا بعض، فنحن نصائحنا راح نحطها تركيزا على تهيئة والتجهيز للعيد، وأيضا لخلال أيام العيد شو لازم يسوون. أحيانا بعض الأشياء لازم الواحد يستعد لها صحيا قبل لتفادي وايد مشاكل صحية وتلبكات المعدة والمشاكل. غالبا في خلال شهر رمضان والعيد المشاكل لها علاقة بالتغذية وسوء التغذية تكون وايد عادية، فنحن دائما ننصح الأشخاص أنه يعني شوي يتمهلون في الأكل، وأنه يعني روحة المستشفى ممكن يتفادونها بس إذا نحن رتبنا جدولنا الغذائي حتى خلال العشر الأواخر وأيضا خلال فترة العيد. هاي النصائح راح تكون قناة التواصل الاجتماعي، نتمنى من الكل يتابعنا على DHA_Dubai تويتر وإنستغرام، وأيضا على فيسبوك دبي هيلث أثورتي. النصائح كلها راح تكون إن شاء الله موجودة في الموقع. تقريبا هالأشياء اللي كانت في قناة التواصل الاجتماعي، واليوم لكم حلقة خاصة عن تطعيم كوفيد، ولحقنا نتري نسمعها، ودمتم بصحة وسعادة. الله يسلمك أختي أسماء، شكرا جزيلا، دمتي بصحة وسعادة ويومك إن شاء الله موفق. وأيضا مستمعين الأعزاء، مثل ما ذكرت الأخت أسماء الجناحي بأن أيضا صحة دبي تواصل استقبال المستهدفين من التطعيم ضد كوفيد 19. تواصل هيئة الصحة بدبي مستمعين استقبال المستهدفين من التطعيم ضد كوفيد 19 في مراكزها المنتشرة في ربوع إمارة دبي، طبعا وسط إجراء أو أجواء صحية آمنة وإجراءات بسيطة اتخذتها الهيئة دائما لتحسين رحلة المتعاملين الذين توافدوا على أخذ اللقاح بكثافة. وأيضا جددت الهيئة تأكيدها على ضرورة الحصول على موعد للتطعيم من خلال تطبيق هيئة الصحة بدبي الذكية DHA، وأيضا من خلال مركز الاتصال الموحد على الرقم المجاني 800-342. بعد الفاصل عندنا مستمعين الأعزاء اليوم بنتحدث عن إدارة عملية حجز مواعيد التطعيم ضد كوفيد 19 مع الأستاذة فاطمة الخاجة، مدير إدارة سعادة المتعاملين بهيئة الصحة بدبي، وبنستعرض معها الحقيقة قنوات حجز المواعيد وما هي المتطلبات وكيفية الحصول على موعد للتطعيم سواء الجرعة الأولى أو الجرعة الثانية، وأيضا بنتحدث معها عن المراكز المتوفرة والخدمات المميزة اللي توفرها هيئة الصحة بدبي الخاصة بقنوات التواصل مع المتعاملين. وبإمكانكم التواصل معنا على الأرقام 600-55-1414 وعلى الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. فاصل وراجعين. صحة وسعادة. مستمعينا الأعزاء يا مرحبا بكم وسهلا، ورجعنا لكم مرة ثانية في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة اللي تقدمه هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعة نور دبي. دائما نرحب بتواصلكم معنا مستمعينا على الأرقام 600-55-1414 وعلى الرسائل النصية القصيرة 4006. وناخذ موضوعنا لهذا اليوم. قبل لا نطلع الفاصل تكلمنا بأن هيئة الصحة بدبي تواصل استقبال المستهدفين من التطعيم ضد كوفيد 19. طبعا هناك الكثير مستمعينا الأعزاء من الخطط اللي وضعتها الدولة في موضوع الحملات التوعوية الموسعة لتطعيم أفراد المجتمع ضد كوفيد 19، وذلك طبعا مع جهود اللي تبذلها هيئة الصحة بدبي لتوفير أعلى درجات الأمن
الصحي وتعزيز الصحة العامة لدى أفراد المجتمع اتجاه فيروس كورونا. طبعا هناك عملية تدار بخصوص المواعيد الخاصة للتطعيم للفئات المستهدفة وفق أعلى النظم والتقنيات الذكية في هيئة الصحة بدبي، وهي العملية تدار الحقيقة من خلال مركز الاتصال الموحد بهيئة الصحة بدبي. للمزيد من المعلومات حول عملية أو إدارة عملية حجز المواعيد لتطعيم ضد كوفيد 19 معنا اليوم عبر الهاتف الأستاذة فاطمة الخاجة، مدير إدارة سعادة المتعاملين بهيئة الصحة بدبي. أستاذة فاطمة صباح الخير. مرحبا. مرحبا أستاذة فاطمة، سعداء جدا الحقيقة وجودك معنا اليوم في برنامج صحة وسعادة، والحديث عن أهم أو يعني تعتبر من العمليات المهمة وهي إدارة عملية حجز المواعيد للتطعيم ضد كوفيد 19. لو نتحدث معك أستاذة فاطمة في البداية عن قنوات حجز المواعيد بهيئة الصحة بدبي. في البداية طبعا نشكركم على إتاحة الفرصة بحيث أننا نتكلم كفريق إدارة المواعيد لتطعيم كوفيد على هاي الفرصة. وفيما يخص قنوات حجز المواعيد، طبعا يعتبر التطبيق الذكي لهيئة الصحة في دبي هو القناة الرئيسية لحجز مواعيد التطعيم للمراكز التابعة للهيئة. طبعا هذا بالإضافة لمركز الاتصال الموحد اللي يخدم المتعاملين ويساعدهم في حجز المواعيد من خلال قنواته المختلفة، سواء بالاتصال على الرقم المجاني 800342 أو البريد الإلكتروني info@dha.gov.ae، والدردشة الإلكترونية اللي نعرفها موجودة على الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي. طبعا هذا بالإضافة إلى قناة واتساب الأعمال على نفس الرقم اللي هو 800342. حد طبعا مواعيد كبار السن وأي حد يواجه مشكلة تقنية في التطبيق تتم أيضا من خلال مركز الاتصال. فهني انعطت أولوية لكبار السن بحكم أنها الفئة الحساسة والفئة الأكثر أولوية عندنا لها. نعم طبعا مثل ما ذكرتي أن جوانب مختلفة وأيضا يعني قنوات تواصل مختلفة وفرتها هيئة الصحة بدبي على أساس أن تكون متوفرة وتكون وفق إجراءات مبسطة على أساس أن يستفيد منها المتعامل. لو نتحدث معك أستاذة فاطمة أيضا حول متطلبات حجز المواعيد. تمام. طبعا مثل ما عممت الهيئة سابقا أن الفئة المستهدفة لحملة التطعيم في الإمارة هي كافة المواطنين من كل الإمارات المختلفة والمقيمين في إمارة دبي. فبالتالي المتطلبات الرئيسية لحجز الموعد جدا بسيطة، تتلخص في شيئين، يعني أن المتعامل يكون عنده رقم ملف صحي اللي هو الأمارن، وإقامة سارية الصلاحية صادرة من إمارة دبي للإخوة المقيمين في الإمارة. طبعا تم توفير خدمة إنشاء رقم ملف صحي للمتعاملين اللي ما عندهم رقم ملف صحي مسبقا مع الهيئة، وهني طبعا نأكد أن الخدمة ما عليها أي رسوم ومتاحة من خلال التطبيق تطبيق دبي ناو للحكومة الذكية لدبي الذكية، وأيضا متاحة الخدمة عن طريق الموقع الإلكتروني للهيئة. طبعا هي بخطوة واحدة بس يتم إنشاء الرقم، لأن تم الربط مع الإمارات للهوية، فالمتعامل يقدر بكل بساطة يدخل رقم الهوية وتوصله رسالة تحتوي على رمز التحقق من في على الموبايل المسجل في الهوية، ومن بعدها طبعا يتم إنشاء الرقم الصحي اللي يقدر يستخدمه في حجزه للموعد. نعم، وأيضا مثل ما ذكرتي أستاذة فاطمة بأن حتى الفئات اللي يعني ما عندهم الرقم الصحي لهيئة الصحة بدبي هناك نظام أيضا تم وضعه بإمكان حصولهم على هذا الرقم الصحي، على أساس أن أيضا يتم دمجه مع رقم بطاقة الهوية لتسهيل عملية حجز المواعيد. بالضبط، يعني كانت الهيئة حريصة أن الجيرني للمتعامل تكون سلسة وبسيطة وفيها كل المتطلبات اللي ممكن يحتاجها المتعامل لحجز الموعد. طبعا حجز الموعد وخطوات حجز الموعد إذا بتسمح لي نتكلم عنها، نفس الشيء تتم بطريقة جدا بسيطة. أول خطوة مثل ما قلنا وتكلمنا عنها هي إصدار رقم الملف الصحي، وثاني خطوة تكون في التسجيل في التطبيق الذكي للهيئة،
واختيار حجز موعد تطعيم كوفيد من الصفحة الرئيسية للتطبيق، وآخر شيء يختار المتعامل المركز والموعد اللي يناسبه ويأكد الحجز. طبعا بعد تأكيده للحجز توصل المتعامل رسالة نصية SMS فيها تفاصيل الموعد بالإضافة إلى رابط لنموذج الموافقة اللي لازم يقرأ المتعامل قبل ما يوصل للمركز عساس نقلل من وقت الانتظار له في المركز. نموذج الموافقة يتم الاطلاع عليه من خلال الرابط في SMS ويقرأ المتعامل، بالإضافة أن تمت إضافة رابط اللوكيشن للمركز اللي فيه الموعد، يعني اللي بيكون عند الموعد، بحيث أن المتعامل يقدر بكل سهولة يشوف تفاصيل موعده سواء من SMS أو حتى ممكن يشوفها من خلال التطبيق الذكي للهيئة في الصفحة الخاصة بالمواعيد. صحيح. ومع إمكانية أنه يضيف الموعد هذا للكالندر الشخصي الخاص به في الموعد في الموبايل عفوا. نعم، ويتم أيضا أستاذة فاطمة تذكيره بالموعد سواء عن طريق الهاتف أو عن أي طرق أخرى. بالضبط، في رسالة ريمايندر تطلع للمتعامل توصل على SMS، بالإضافة أن نحن نطلع outbound campaign من خلال مركز الاتصال نأكد على الناس حضورهم للمواعيد. وهني بعد ممكن نشير أخ عبد الله أن إلغاء الموعد لأي سبب كان مثل وجود أعراض كوفيد أو الإصابة بكوفيد لا سمح الله، لأنها تعتبر واحدة من الموانع في أخذ اللقاح، إلغاء الموعد بعد يتم بكل بساطة من خلال التطبيق الذكي للهيئة. نعم. ولي بعد أخ عبد الله اسمح لي بس أبا أوضح أن الخطوات اللي تكلمنا عنها في حجز الموعد هي خطوات خاصة بس لحجز موعد الجرعة الأولى. الجرعة الثانية ما يحتاج أن المتعامل يحجز لها موعد، لأن يتم حجز موعد الجرعة الثانية تلقائية من النظام بعد الانتهاء من أخذ الجرعة الأولى. صحيح. يعني طبعا هذا حسب الفترة الزمنية المحددة بين الجرعتين. صح. فالمتعامل بمجرد حصوله على الجرعة الأولى يستلم رسالة نصية فيها تفاصيل موعده للجرعة الثانية. صحيح، وهذا اللي صار معنا نحن بعد أيضا. بالضبط، وطبعا يحق للمتعامل تعديل موعد الجرعة الثانية، لأن هاي واحدة من الاستفسارات اللي كانت تينا، هل نحن نقدر نغير موعد الجرعة الثانية ولا ما نقدر. طبعا يحق للمتعامل ويمكن للمتعامل أن يعدل موعد الجرعة الثانية حسب ظروفه، لكن within date range، يعني ضمن الفترة الزمنية المعتمدة بين الجرعة الأولى والجرعة الثانية. صحيح. وطلب تعديل الموعد مرة ثانية يتم من خلال مركز الاتصال أو أي من القنوات التابعة للمركز. نعم، بس نذكر مستمعينا الأعزاء بأن معنا حاليا عبر الهاتف الأستاذة فاطمة الخاجة، مدير إدارة سعادة المتعاملين بهيئة الصحة بدبي، وبإمكانكم التواصل معنا على الأرقام 600551414 وعلى الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. نرجع معك أستاذة فاطمة وحديث عن المراكز المتوفر فيها المواعيد. مثل ما تعرف أخ عبد الله، يعني الهيئة وفرت مراكز متعددة في دعم حملة التطعيم على الصعيد الجغرافي للإمارة لتسهيل وصول المتعاملين لها، يعني تقريبا كل المناطق عندنا في دبي مغطاية بهاي المراكز. مراكز اللقاح متوفرة كل مراكز الرعاية الصحية الأولية مثل مركز البرشة الصحي، مركز زعبين الصحي، مركز المزهر، مركز المنخول ولد الحمر والطوار. طبعا هذا بالإضافة إلى المراكز الرئيسية اللي تم تخصيصها لحملة التطعيم وتم الإعلان عنها مسبقا، وهاي المراكز تستقبل أكثر من 5000 متعامل في اليوم، مثل مركز ون سنترال في المركز التجاري، ومركز قاعة البرشة، ومركز غسيل الكلى اللي في الطوار، بالإضافة إلى مركز دبي للعلاج الطبيعي وإعادة التأهيل. وطبعا لدعم الحملة اللقاح أيضا متوفر في مراكز الرعاية الطبية في مركزين متوفر. نعم. مركز أبتاون مردف ومركز سالم القرهود. طبعا أنتوا الأخوة عندنا احنا في إدارة الاتصال الحكومي أبدا مش مقصرين، يحثون هاي المعلومات باستمرار على قنوات التواصل الاجتماعي سواء المراكز اللي متوفر فيها المواعيد أو خطوات حجز المواعيد على البوستات يعني اللي نزلها في السوشيال ميديا. فضروري الواحد بصراحة يتابع قنوات الرسمية لهيئة الصحة. صحيح. على قنوات التواصل الاجتماعي. نعم، أستاذة فاطمة طبعا بحكم إدارتك يعني لكافة قنوات التواصل في هيئة الصحة بدبي سواء مركز الاتصال أو البريد الإلكتروني أو الدردشة الواتساب أو أيضا قنوات وصل صوتك وقنوات السوشيال ميديا، كل هاي الـ يعني النظم
التواصل بهيئة الصحة بدبي مع المتعاملين تتم أو يتم إدارتها من قبلكم أنتو يعني كونك مدير إدارة سعادة المتعاملين بهيئة الصحة بدبي. أستاذة فاطمة، يعني ما هي أكثر الاستفسارات اللي تردكم يعني بخصوص مواعيد التطعيم؟ بصراحة أكثر الاستفسارات يعني اللي كانت توصلنا من المتعاملين وبدت بصراحة تقل وايد، هي كانت أكثر شيء إن في بعض المتعاملين يواجهون صعوبة في إصدار رقم الملف الصحي. وهذا السبب طبعا يعود لعدم تحديثهم لبيانات التواصل الخاصة فيهم في الهوية اللي هو رقم الموبايل. كنا نتكلم إن رقم الموبايل يعتبر مدخل أساسي على أساس الواحد يقدر يقدم وينشأ رقم ملف صحي. فهني فرصة بصراحة ندعو ونحث المتعاملين على ضرورة تحديث بياناتهم، بيانات التواصل الخاصة فيهم، أرقام الهواتف من خلال الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، لضمان طبعا سهولة التسجيل في حملة التطعيم والحصول على موعد واللقاح وتواصلنا بالتالي وياهم في المستقبل. الشيء الثاني حين بعد اللي زادت الاستفسارات عليه بصراحة الفترة الأخيرة هي مع زيادة أعداد المتعاملين اللي عندنا اللي حصلوا على الجرعتين، زادت استفساراتهم عن كيفية الحصول على شهادة التطعيم. صحيح. فنحن مثل ما نعرف أن الهيئة وفرت الشهادة، شهادة التطعيم بشكل ذكي، وهي متوفرة من خلال تطبيق الهيئة والموقع الإلكتروني للهيئة. فالمتعامل بمجرد حصوله على اللقاح بتظهر له الشهادة وفيها بيانات كاملة وتفاصيل اللقاح اللي حصل عليه بالكامل في هاي الشهادة. وحين شغالين حتى على التوقيع الرقمي لهاي الشهادة بحيث أنها تكون متاحة بدل ما أن نحن نختمها ويكون عليها أي توقيع مانيول. طبعا هاي دعم لتطبيق استراتيجية البيت اللاورقية. لاحظنا أن نحن خلال حملة التطعيم كاملة كل المتطلبات، كل الأوراق، كل الشهادات اللي كانت تطلع كانت عبارة عن شهادات وخدمات رقمية لاورقية. أستاذة فاطمة، بس عندنا استفسار من أحد المستمعين يقول أن في بعض الجهات ما توافق على الشهادة الإلكترونية، فهل عندكم نظام إصدار شهادة ورقية للقاح لبعض الجهات اللي ما توافق الشهادات الإلكترونية الذكية؟ إحنا بهيئة الصحة في دبي، يعني هالقرار المعتمد عندنا من أعلى سلطة موجودة، يعني ما نطبع الشهادات بس يتم تزويدها كيو آر كود رابط لأي جهة بالضبط من أي جهة ثانية يتم التحقق فيها. جميل. أستاذة فاطمة الخاجة، مدير إدارة سعادة المتعاملين بهيئة الصحة بدبي، حديث شيق الحقيقة، ويعني نشكركم على هاي الخدمات المميزة وقنوات التواصل العديدة والمختلفة الحقيقة اللي من خلالها يتم التواصل مع متعاملين هيئة الصحة بدبي بحيث أنها تكون يعني وفق إجراءات مبسطة لمتعاملين هيئة الصحة بدبي. شكرا لك أستاذة فاطمة، وشكرا أكيد لفريق عملك المبدع بهيئة الصحة على عملكم الجبار في موضوع آلية التواصل، ويعني دائما الأخذ بالاعتبار بالتواصل مع المتعاملين بشكل دائما وبحيث أن يكونوا أيضا سعداء بشكل مستمر. شكرا جزيلا لك. الشكر موصول لكم. شكرا مستمعينا الأعزاء، بعد الفاصل بنتواصل في حديثنا اليوم عن الإجراءات الاحترازية والوقائية المتعلقة بفيروس كورونا. نعم، حديثنا أيضا بيكون مستمعينا الأعزاء عن الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتعلق بفيروس كورونا، واليوم بيكون حديثنا مع ضيفتنا الدكتورة هند العوضي، رئيس قسم التعزيز والتثقيف الصحي بهيئة الصحة بدبي. وموضوعنا اليوم محدد عن صلاة التهجد والتجمعات بالعيد. طبعا مثل ما تعرفون مستمعينا الأعزاء بأن جهات عديدة وضعت في الدولة الكثير من الحزم والإجراءات الاحترازية والوقائية والتعليمات المتعلقة بالأماكن العامة لتفادي أفراد المجتمع من يعني كوفيد-19. وطبعا هاي الإجراءات ملزمة من جميع أفراد المجتمع وأيضا في جميع الأماكن
والتجمعات. بنعرف أكثر عن هذا الموضوع وتفاصيل الإجراءات هاي مع الدكتورة هند العوضي، رئيس قسم التعزيز والتثقيف الصحي بدبي بهيئة الصحة بدبي، بعد الفاصل. خلكم يا مستمعين الأعزاء فاصل وراجعين. صحة وسعادة. مستمعينا الأعزاء يا مرحبا بكم وسهلا، ورجعنا لكم مرة ثانية في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة اللي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعة نور دبي. دائما نرحب بتواصلكم مستمعين على الأرقام 600-551-414 وعلى الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. وما زلنا مستمرين اليوم مستمعينا الأعزاء في حديثنا عن الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بفيروس كورونا. مثل ما تعرفون مستمعينا أن وضعت الجهات الصحية في الدولة وأيضا هيئة الصحة بدبي حزمة من الإجراءات والتعليمات الاحترازية المتعلقة بالأماكن العامة لتفادي أفراد المجتمع من كوفيد-19، وهذه الإجراءات بطبيعة الحال ملزمة في جميع الأماكن والتجمعات. للحديث عن هذه الإجراءات الاحترازية معايا عبر الهاتف اليوم الدكتورة هند العوضي، رئيس قسم التعزيز والتثقيف الصحي بهيئة الصحة بدبي. دكتورة هند صباح الخير. صباح الخير عبد الله، وصباح الخير لجميع المستمعين. الله يصبحك دكتورة بالخير والنور والعافية. لو نتحدث دكتورة طبعا يعني الإجراءات الخاصة بكوفيد-19، واليوم حديثنا عن الإجراءات الاحترازية بالأخص في صلاة التهجد وأيضا تجمعات العيد، ونبذة عن مجمل الإجراءات الوقائية المعتمدة بخصوص الأماكن العامة دكتورة. طبعا بما أن الحمد لله دخلنا في العشر الأواخر من هذا الشهر الفضيل، والحكومة سمحت لنا أن سمحت لبعض الفئات أنهم يصلون صلاة التهجد، فإحنا حابين بعد نعطيهم بعض النصائح اللي من الممكن أن يعني يستفيدون منها أثناء أدائهم لهذه الصلاة. أولا جدا مهم أنهم يلتزمون بكافة التحديثات التي أصدرتها الجهات المعنية، يكونون على علم بكل التغييرات اللي تصير في النصائح والإرشادات اللي يوجهونها، اللي هي من ضمنها أنهم لازم يلتزمون بالمدة الزمنية المسموح لهم في قضائها في صلاة التهجد. بالنسبة كإجراءات وقائية من عند الشخص عبد الله، وايد مهم أن الشخص إذا كانت عنده أي أعراض مرضية، كان عنده بعض التعب، حمى، إحنا نفضل أنه ما يروح للمسجد ويؤدي الصلاة حفاظا على الآخرين أيضا. سبحان الله، يمكن هذه الأعراض بعدين يكتشف أنها هي أعراض كوفيد، فلذلك دائما إحنا ننصح الأشخاص اللي عندهم أي أعراض مرضية أنهم يلتزمون المنزل ويحافظون على إجراءات وقائية مضاعفة إلى ما حالتهم الصحية تستقر. أيضا جدا مهم أنك أنت تودي أغراضك الشخصية معك. الحين يمكن الكل صار يعرف الأغراض الشخصية هذه اللي يروح المسجد، سجادتك الخاصة، تأخذ معك كمام احتياطي، معقم لليدين، عشان وإذا أنت كنت من يعني إذا كان في فرصة أنك تقرأ القرآن تأخذ القرآن معك، قرآنك الشخصي أيضا. هذه الأدوات الشخصية لا تشاركها مع الآخرين. الفكرة لما أنت تأخذ سجادتك الخاصة هي أنك أنت ما تشاركها مع الشخص الآخر، وما تعطيها لشخص آخر يستعملها، هذه سجادة خاصة فيك أنت فقط. أيضا جدا مهم أن إحنا نتجنب التجمعات، وخصوصا قبل ما تبدأ الصلاة وبعد ما تنتهي الصلاة، إحنا نحب أن إحنا نقوم بالسلام على أصدقائنا وجيراننا وأقاربنا قبل أداء الصلاة أو بعد أداء الصلاة. إحنا نحاول أن إحنا ما نقوم بالتجمع، نروح نأدي صلاتنا وبعدين نرجع لمنازلنا.
وأيضا إذا إحنا شفنا أهالينا وقاربنا إحنا نفضل أن إحنا ما نقوم بالسلام مباشرة عليهم، نحاول أن نكتفي بالسلام عن بعد عنهم عشان نتجنب السلام المباشر معهم. صحيح. جدا جدا مهم أن إحنا ما ننسى هذه الإجراءات. صحيح يمكن إحنا كنا متعودين أثناء الصلاة ما بعد الصلاة نسلم على أصدقائنا وأحبائنا ونتحدث معهم بعد أثناء الانتهاء من الصلاة، فإحنا يعني هذا الرمضان استثنائي. فإحنا نفضل أن إحنا نذكركم أن إذا شفتوهم سلموا عليهم من بعيد، وأيضا حاولوا أنكم ما تقومون بالتجمعات الكبيرة في المساجد. بالنسبة أيضا دائما أنا لازم أذكر المثلث الذهبي اللي لازم إحنا نحطه دائما وأبدا في بالنا في أي مكان إحنا تواجدنا فيه، سواء كان في المسجد أو أي تجمع خارج المنزل. الكمامات جدا مهم أن إحنا نقوم بارتدائها طوال فترة تواجدنا في المسجد، حتى أثناء أدائنا للصلاة نحافظ على ارتدائنا لكمامنا بالطريقة الصحيحة. في العديد من الكمامات الموجودة المتوفرة، نتأكد أن احنا نختار ما يناسبنا ونتأكد أن نختار الكمام الصحيح أيضا اللي يناسب وجهنا اللي احنا نرتاح له، وأيضا نتأكد أنه أيضا كمام طبي. وإذا احنا ما كنا وكنا نفضل الكمامات القماشية، هني لازم احنا نتأكد ان كل يوم لازم نقوم بتغيير هذا الكمام القماشي، ونحرص على غسل هذا الكمام بعد كل استعمال. وايضا ثاني نقطة في مثلثنا الذهبي، نحافظ على التباعد الجسدي ما بيننا وبين الآخرين طوال فترة تواجدنا في المسجد أثناء أدائنا للصلاة، وأيضا وإحنا داخلين وخارجين من المسجد. وأيضا مهم أن إحنا نحافظ على المسافة الأمان، هذه المسافة الكافية بيننا وبين الآخرين. وثالث نقطة أن إحنا لازم نحافظ على نظافة إيدينا طوال فترة تواجدنا بالماء والصابون بالمعقمات، ناخذ معانا معقمنا ونحاول أن إحنا نقوم بتعقيم أيدينا بين وقت وآخر أثناء أدائنا للصلاة. بالنسبة لتوزيع الصدقات أو الهدايا العلمية، طبعا الجهات المعنية وجهتنا أن إحنا ما نقوم بهذا الشيء. وإذا إحنا كنا حابين توزيع الصدقات أو بعض الهدايا العلمية، نلجأ للجهات المعنية نعطيهم صدقاتنا، وهم بيعطون منو الأشخاص الأكثر حاجة لحصولهم على هذه الصدقات. لكن في الوقت الحالي إحنا نفضل أن إحنا ما نقوم بالتوزيع المباشر لهذه الصدقات. بشكل عام هذه الإجراءات الاحترازية اللي الواحد لازم يحط في باله أثناء أدائه لصلاة التهجد. في نقطة إضافية أنا حابة أضيفها، أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن، إحنا نفضل يعني إذا هم جدا حابين يروحون يؤدون صلاة التهجد لازم هم يزيدون من إجراءاتهم الاحترازية ويطبقونها بحذافيرها حفاظا على أنفسهم، من لأن احنا نعرف أنهم الأصحاب الأكثر عرضة للإصابة بمضاعفات مرض كوفيد-19 إذا لا سمح الله أنصابوا بالمرض. نعم دكتورة، طبعا يعني كلام مهم وجيد، وذكرتي أيضا يعني نقاط مهمة الحقيقة لي يعني الأخذ بالاعتبار بجميع هاي الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بفيروس كورونا، وأيضا عن الإجراءات الخاصة بالمساجد وصلاة التهجد. دكتورة، يعني الإجراءات هاي أهمية هاي الإجراءات والالتزام بها لو نتحدث عنها، وبالأخص يعني إن هي يعني تحمي أفراد المجتمع والتصدي لفيروس كورونا. أيضا إحنا من بداية الجائحة اعتمدنا اعتماد كبير على وعي المجتمع ومساهمتهم في مكافحة هذه الجائحة مع الجهات المعنية. إحنا ما نقدر نكافح هذه الجائحة بدون ما المجتمع يقوم بالتعاون معنا في تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية اللي إحنا نصدرها واللي إحنا ننصحها فيهم. إذا المجتمع كان غير متعاون جدا صعب إن إحنا نقوم بمكافحة هذه الجائحة. لذلك إحنا في دائما وأبدا نقول إن الجميع مسؤول عن الجميع،
ولازم احنا نحط في بالنا احنا مش فقط انا مش فقط مسؤول عن نفسي عبد الله، ومو بس انا بس مسؤول عن الاشخاص الموجودين في المنزل عندي واللي احبهم، لا انا مسؤولية الجميع. من هذا بالفعل بما اني انا فرد في هذا المجتمع انا مسؤول عن حمايتهم كلهم. انا لازم اعتبر الكل مثل اهلي واصدقائي واحبائي بالتزامي لهذه الاجراءات الاحترازيه، انا كذي احافظ على مجتمعي وايضا نوصل معا الى ما بعد الجائحه ونكافح هذه الجائحه، وانا ان شاء الله في القريب العاجل يعني. لذلك وايد مهم ان احنا نلتزم بهاي الاجراءات الاحترازيه، لان احنا نعرف ان في فئه في المجتمع هي تعتبر فئه اكثر عرضه للاصابه بمضاعفات المرض. يمكن احنا صحتنا تكون جيده، مناعتنا تكون قويه، نقدر نقاوم هذا المرض، لكن اذا نقلناه لاشخاص اخرين احنا نعرف ان كوفيد 19 كانت له عواقب جدا وخيمه، من مضاعفات، من دخول لمستشفى، من دخول لعنايه مركزه، حتى ايضا ممكن ان تؤدي الى الوفاه. فاحنا بحفاظنا على اجراءاتنا الاحترازيه نحمي الفئات الاكثر عرضه، وايضا ما دام احنا بنتكلم عن حمايه الاخرين وحماية أنفسنا من ضمن الإجراءات الاحترازية أيضا حصولنا على لقاح كوفيد 19 هي إحدى الإجراءات الاحترازية اللي إحنا لازم نبادر بالحصول عليها. كل الأشخاص اللي يقدرون يحصلون على هذا اللقاح لازم هم يبادرون، اللي ما أخذ موعد ياخذ موعد، لأن ما نقدر إحنا نكافح هذه الجائحة بدون ما الكل يتعاون، وحصولنا على اللقاح هي إحدى النقاط الأساسية في مكافحتنا لهذه الجائحة. صحيح، وذكرتي دكتورة نقطة الحقيقة يعني مهمة جدا، بأن يعني التزام أفراد المجتمع بالإجراءات الاحترازية والوقائية، لأن مثل ما ذكرتي اليوم مسؤولية الجميع دكتورة، فمرات نحن نطلع سواء للأماكن العامة والمراكز الواحد ما يعرف يعني ممكن خلال التجمع هذا يكونون يعني موجودين الناس اللي ذكرتيهم دكتورة أنهم يكونون عرضة للإصابة، أو إذا تم إصابتهم ونقل العدوى لهم قد يكونون يعني من الناس اللي عندهم أمراض مزمنة، عندهم مشاكل تنفسية، فأنت تكون سبب للشخص هذا أنه يأخذ العدوى هاي عن طريقك أنت، فلا بد أنه أيضا هو يأخذ الموضوع هذا بجدية وبمسؤولية، لأن اليوم نحن الكل مسؤول عن الجميع، الكل مسؤول عن نفسه ومسؤول عن اللي حواليه. مثل ما ذكرتي دكتورة أن نحن اليوم مش ملزمين أو مسؤولين عن أنفسنا فقط، وإنما مسؤولين عن كل شخص، وكل شخص هذا مهم اليوم صحة لنا نحن جميعا. دكتورة هن طبعا نحن إن شاء الله يعني مقبلين خلال الأيام القادمة على أيام إن شاء الله عيد الفطر، فأكيد هناك بعض الإجراءات اللي تم وضعها من قبلكم لتجمعات العيد وكيفية الوقاية من أيضا فيروس كورونا، لو نتحدث معك خلال الدقائق الـ يعني المتبقية من البرنامج. أكيد راح نتحدث أيضا عن الإجراءات الوقائية للعيد في الأسبوع القادم أيضا عبد الله، بس نحاول نذكر المستمعين أن نحاول أن نقتصر تجمعات العيد لأقاربنا من الدرجة الأولى، نحاول أن نقتصر تجمعاتنا في العدد المسموح لنا. يعني الحمد لله هذا العيد إن شاء الله بيكون مسموح لنا أن إحنا نقوم بالتزاور مع أهالينا من الدرجة الأولى، فإحنا نحاول أن نقتصر التجمعات هذه في العدد المسموح. إذا كان في كبير في السن، طبعا إحنا نعرف أن وقت العيد الكل يحب يقوم بزيارة هذا الشخص ويعايد عليه، فلذلك عشان إحنا نحاول ما نضغط عليه ويكون المكان جدا مزدحم أثناء زيارتنا لهذا الشخص الكبير في العمر، نحاول أن نرتب ما بيننا جدول معين تقوم كل عائلة بزيارة هذا الشخص. وأيضا أثناء تواجدنا في هذه التجمعات لازم أيضا ما ننسى نحن نطبق إجراءاتنا الاحترازية
يمكن هو شوي صعب أثناء وجودك في هاي التجمعات إنك تلتزم، لكن ضروري جدا إن إحنا نحاول قدر المستطاع عشان نحافظ على أنفسنا والآخرين. وايد مهم إن إحنا نحافظ على تباعد جسدي بيننا وبينهم، صحيح. نحافظ على نظافة إيدينا، نحافظ على ارتدائنا للكمام. وايد أيضا نقطة جدا مهمة يمكن الكثير يغفل عنها، إن العمالة المساعدة أيضا جدا مهم إن إحنا نقوم بتثقيفهم وتوعيتهم بالوضع الراهن، بالإجراءات الاحترازية. ويمكن في أشخاص يقومون بالاستعانة بعمالة خارجية مساعدة وقت العيد، فلذلك إحنا وايد مهم إن إحنا نتأكد من إنهم على وعي كافي ويعرفون بالضبط شو هي الإجراءات الاحترازية اللي لازم الشخص يطبقها أثناء تواجده في هذه التجمعات. بعد العيدية إحنا نحب نوزع نعيد على الأشخاص، فإحنا هاي السنة مثل العام نفضل أن تكون العيدية عن طريق استعمالنا للبدائل الإلكترونية بدل ما نقوم بتوزيعها مباشرة، نستعين بالوسائل الذكية لتوزيع العيديات. وإذا كنا جدا حابين أن نقوم بتوزيع الهدايا على الأطفال، نتأكد أن هذه الهدايا معقمة ومغلفة بشكل جيد قبل ما نقوم إحنا بتوزيعها على الأطفال. أيضا عشان ما عندنا وقت وايد عبد الله، بعد جدا مهم أن إحنا لما نقوم بالاستعانة في الأشخاص يحبون يحضرون أطعمة من الخارج، ورود من الخارج، نطلب الحلويات العيد، نتأكد أن إحنا الأغراض اللي جايبينها المكان هذا مطبق لإجراءات الاحترازية. وأيضا لما نحضر هذه الأشياء نتأكد أن إحنا نقوم بتعقيمها بالشكل الصحيح قبل ما نقوم باستعمالها. نعم. دكتورة هند العوضي، حديث شيق ومعلومات مهمة الحقيقة عن حماية المجتمع وتوعية المجتمع يعني الخاصة بموضوع الإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا. شكرا جزيلا لك دكتورة هند، رئيس قسم التعزيز والتثقيف الصحي بهيئة الصحة بدبي، وأيضا شكرا لفريق العمل المبدع معك، وحقيقة عملكم الجبار حول موضوع توعية أفراد المجتمع عن الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بفيروس كورونا. شكرا عبد الله، ودمتم بصحة وسعادة. دمتي بصحة وسعادة الدكتورة هند العوضي. مستمعينا الأعزاء، مثل ما ذكرت الدكتورة هند، إن اليوم نحن نعيش أجواء استثنائية، فلا بد أن الشخص يفكر أنه هو مش مسؤول عن نفسه فقط، اليوم مسؤولية المجتمع مسؤولية الجميع. الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بفيروس كورونا ليست مسؤولية شخصية للفرد فقط، وإنما مسؤولية الجميع. أنا اليوم لازم أهتم بنفسي وأيضا أهتم باللي حولي وأخذ الإجراءات هاي بعين الاعتبار. وصلنا إلى نهاية فقرتنا لهذا اليوم مستمعين الأعزاء، ونتمنى إن شاء الله أن الحلقة قدمت لكم معلومات صحية مفيدة، وهذا هو دائما نهج هيئة الصحة بدبي نحو مجتمع أكثر صحة وسعادة. أحب أني أشكر فريق العمل المبدع معي اليوم، فريق الإعداد في هيئة الصحة بدبي، وفي التنسيق والمتابعة الأخت سراء الهاشمي، وفي الإخراج مخرجنا المتألق دائما الأستاذ أيمن سرحيل. وتقبلوا تحياتي، أنا عبد الله محمد جمعة، ودمتم جميعا بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.